صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 42 لسنه 2022 بتعديل بعض احكام القرار رقم 1 لسنه 2018 باعاده تشكيل مجلس الخدمه المدنيه جاء فيه تحل عبارة وزير العمل محل عبارة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الواردة في المادة الأولى من القرار رقم واحد لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية